في هذه النار التي تجاوزت 200 فهرنهايت، نار لطيفة لشواء الله، نار لطيفة للتدفئة في هذا البرد الخارس. طبعا هي نار يعني اخترعت او خصصت لي لهذا الحديث، والنار تتنوع، هي نار للأنس الآن أو للمتعة أو للذة أو لصنع أفكار من مخيلتي، لكن ثمة نار أخرى، نار جهنم ووادي سقر، نار الكفرة ونار للطغاة ونار للذين أشعلوا فتيل الفتنة ونار للذين ضبوا الشناطي من سوق الخجر، نفقت الشناطي من سوق الخجر وهربوا بها إلى أصقاع الأرض وتركونا وحيدين، تركونا بلا أمل، تركونا مع الألم. كما اشتهي الآن المجدرة الرز مع العدس المجروش، قليلا من البصل مغطس بزي زيتون أصلي، في نار جهنم درجة الحرارة هناك تتجاوز 4 مليار فهرنهايت. رحمك يا رب، اعف عن المجرمين، اعف عن المهربين الذين يهربون الدخان الأجنبي عبر الحدود، اعف عن الذين قطعوا الأشجار. ايش اسمه يا وزارة البيئة؟ اعتذر منك ايها الخشب، قد اجرمنا بحق الشجرة بهذه اللحظة. أنا أكون كداود أحدث النمل، أحدث الطيور، أحدث الحوت الأزرق، حوت السندباد الذي أرسل الهدهدة إلى مملكة سبأ. كان يمشي النبي داود وينظر إلى النمل قلقا أن يدعس نملة وتدعو عليه إلى الله عز وجل. تعطلت لغات الكلام، لماذا نتكلم؟ إن حكينا انفضحنا، وإن سكتنا انحمسنا. وأنا أفضل أنه نحمس أو نشوي اللحم الآن على هذه النار. وشفنا مسلسل درامي الجميل أسامة أنور عكاشة بليالي الحلمية من اليوتيوب. على أمل في المستقبل أن نرى مسلسلا اسمه ليالي دمشق. هذا أنا.